رب ان شاء الله النهارده معادنا اليوم مع درس جديد ومعلومه جديده بتفيدنا وتهمنا في المجال مكافحه الشرطه الصحه العامه. اتمنى من الله ان تعجبكم ارضاكم. النهارده هاخدكم معايا في تمرين عملي في بيت عشان نكافح فيه النمل. النمل فيه درجه كبيره اصابه عاليه، فهنشوف هنشتغل ازاي وايه هي الاولويات اللي احنا بنشتغل عليها لما بنكافح النمل. تعالوا بينا اخدكم في الدرس ده ونشوف هنطلع ايه. الغرفه تمام، لازم داير ما يدور الغرفه احاول افضيه، يبقى حرم علشان الشغل يكون فيه، علشان ما اجيبش المبيد بتاعي على اي الاساس، اي قطعه اساس او اي مفروشات موجوده عندي. يبقى لازم اخد حرم ما بين الجدار، وفي مسافه عشان ابدا اشتغل فيها علشان ارش، علشان ما اجيبش على الاساس. تمام، داير ما يدور الغرفه هيبقى بالشكل ده. اهم حاجه ممنوع ارش على لعب اطفال، ممنوع ارش على سرير اطفال، ممنوع ارش على اساس، ممنوع ارش على اكل او في مكان فيه اكل او في مكان فيه شرب. لازم اخد بالي من الموضوع ده تمام، علشان يبقى لا ضرر ولا ضرار. تمام يا جماعه، زي ما احنا قلنا يبقى اي اغراض نجيبها في نص الغرفه علشان يبقى داير ما يدور قدامي فاضي وابدا اشتغل بامان، ما يبقاش المبيد بتاعي يلامس اي سطح ويؤذي اصحاب البيت. ولو في اطفال يبقى السرير بتاعهم هبعده عن الجدران علشان ابدا ارش في الجدران بامان وما يلامس المبيد بتاعي السرير او المفروشات او اي حاجه تخص الاطفال او تخص اصحاب البيت علشان يبقى فيه امان موجود. ده حاجه. الحاجه الثانيه بدي مسافه امان او حد امان 4 ساعات. لما بلاقي في اطفال، لما بلاقي البيت دوت فيه سيدات حوامل، بدي فتره امان اطول من المعتاد علشان ما ياذيش حد. تمام، يبقى احنا دلوقتي نخش الغرفه، نرش، نطفي النور. احنا قلنا عامل امان عند الحشره هو الاضاءه. طفينا الاضاءه، الحشره بتطلع. تمام، نمل او صرصار، خلاص تمام كده. ناخد بالنا السوكت بتاع فيشة الكهرباء بيبقى فيها فراغات، الفراغات دي بنبدا نحط فيها جل. تمام، عشان ما ينفعش طبعا ده كهرباء فما ينفعش نرش فيها، فالاسلم نحط جل في كل اكباس الكهرباء والفيش الكهرباء بتاعت البيت كله، علشان طبعا ما ينفعش يبقى فيه مشكله عندي. تمام، دي حاجه. تاني حاجه ناخد بالنا عقابل البيبان. عقابل البيبان شايفين فتحات الثغرات دي اللي بيبقى فيها النمل او فيها صرصار، يبقى نرشها كويس جدا وننبه العميل ان يجي يقفلها من ورايا بسيليكون. تمام، ما ينفعش اجي ارش واخلص مأموريتي واتكل على الله، لا، لازم اطلع المصادر بتاعت الاصابه علشان الاصابه ما تتكررش تاني، علشان العميل ما يشتكيش تاني. لازم اقول لحضرتك في 1 2 3 ولازم تقفل مصادر الاصابه بتاعتك علشان المشكله تروح. يبقى احنا كل غرفه بنخشها بنأمن الغرفه، ما يبقاش في اي حاجه علشان ما يبقاش في مشكله. لازم تامن نفسك كمهندس او فني قبل ما تشتغل في الغرفه، لازم تامنها علشان المبيد بتاعك العميل ما يرجعش عليك ويقول لك المبيد ولعب الاطفال وانت رشيت على لعب الاطفال او رشيت على اي لبس ليهم، فما ينفعش. تمام، لازم زي ما حضرتك شايف كده المكان فاضي قدامي، برش بامان، بعد كده اقفل النور، وبعد كده اقفل الغرفه، اقفل باب الغرفه علشان اكثف المبيد اللي موجود في الغرفه. تمام، اديني طفيت النور اهو علشان لو في حشره تبدا تهدى وتخرج من مخبأها. تمام، تقيس على كده بقى، قيس على كده اي حاجه هتحصل في المكان بنفس النمط ده. يبقى كل الاكباس، بص حضرتك كتلة الجل اهي قدامك، ده جل النمل. طبعا انا كلمتكم قبل كده على حلقه مخصصه عن جل النمل والفرق بينه وبين جل صرصار. تمام، هظهرها لكم في الاي اللي بتظهر فوق ديت كويس. كل الاكباس عليها جل النمل. يبقى احنا دلوقتي امننا الارض بالرش وامننا الفتحات بتاعت الكهرباء بالجل، عشان ما ينفعش طبعا احط مبيد سايل ميه هنا علشان ده كهرباء. كويس، يبقى احنا دلوقتي خط دفاع اول وخط دفاع تاني. يبقى احنا دلوقتي شغالين بخطين دفاعيتين او دفاعتين، 2 خط دفاع. كويس، تمام. خش الحمام، ما ننساش الحمام من الشغل بتاعنا. البلاعات تتفتح علشان برضو في الخارج لما نخرج الحوش برضو هنفتح البلاعات عشان الصرصار ونبدا نشتغل فيهم. كويس كده،
برضه هنا لو خدنا بالنا الجيل موجود، تمام كده. لازم اي حاجه بتفيد شغلك تعملها، حتى لو ازيد من شغلك لازم تعملها. ما تقولش ان انا مطالب بجزء معين، لا، اللي ازيد من شغلك بتعمله. في حاجه يا جماعه مهمه برضو نراعيها واحنا بنشتغل، لازم نراعي الذوق العام للمكان. بمعنى المكان شايفين قدامنا نظيف، ما ينفعش احنا نيجي نفسده، المفروض احنا اللي بنيجي نخليه انضف من الاول. يبقى ما ينفعش العميل يجي يشتكيني ويقول لي انت بوظت شكل المكان وبهدلت المكان ورشيت على الحاجه بتاعتي ورشيت على لعب الاطفال ورشيت على اي حاجه غاليه عندي. فما ينفعش، لازم احافظ على المكان كانه مكاني انا بالظبط، علشان العميل ما يجيش يشتكي عليا بعد كده ويطلع عندي مشكله. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا، لازم نسيب المكان زي ما دخلناه اول مره، ما بقاش فيه غلط عليا علشان العميل ما يشتكينيش ويجيبني تاني ويعرضني للسخريه. تمام. بصوا يا جماعه، عشان لما نعرف الجيل اللي فايدته ايه، الجيل اللي بيخلي الحشره تتلم عليها بتاكل تنزل ميت. احنا شايفين الجيل اللي محطوط والنمل ملموم عليها اهو، كويس عشان تقنعها. بص يا جماعه، فايده الجل اللي احنا حطيناه بيتلم عليه النمل، التجمعات دي كلها ملمومه على الجل، كويس، بياكلوا بيبدا ينزل ميت. دي كلها تجمعات نمل عشان نبقى عارفين. تمام يا جماعه، يبقى دي النهارده كانت حلقه النهارده عن موضوع النمل، وشفنا النمل وكسرته عامله ازاي، وشفنا الجل فايدته ايه وبيعمل ايه لما انا بحط النقطه بتاعت الجل مهما كانت صغيره، علشان العميل ما يجيش يقول لي بعد كده دي نقطه صغيره. هي مش بالصغر، مش بالحجم، هي بالمادة الفعالة نفسها. شفنا قد ايه النمل اتلم على الجل ده وبدا ياكل منه. تمام. يبقى احنا دلوقتي لو عندي مشكله زي فيش الكهرباء دي هعمل ايه فيها؟ يبقى حلها الامثل جل النمل، والرش عادي خالص تحت، بس لازم ابدا امن مسار الرش دايما يدور علشان ما اذيش اي حاجه خالص عند العميل. هنا يا جماعه هنرش البلوعات زي ما احنا متعودين في رش البلوعات. تمام. لازم نفتح البلاعه ونرشها لدرجه الغسيل، كويس. طبعا انا الماتور بتاعي بيديني قوه انتشار وقوه دفع كبيره، بفضل ان هو 2 بار كرتون 50 متر ممكن يلف معايا اي مكان انا بروحه داخل البيت، علشان طبعا احنا عارفين هنا الحوش بيبقى كبير، كويس. يبقى نرش ده ما يدور، نرش كثافه في الخارج عن الداخل، لان النمل اللي داخل البيت جاي لي من الخارج، يبقى انا ارش بكثافه في الخارج. تمام. ما بقاش قلقان، انا كده كده بشتغل في بيئه مفتوحه مع عامل التبخير ساعتين بالظبط، وريحه المبيد بتاعتي هتروح عن البيت من الداخل. طبعا البيت من الداخل بحكم ان هو مقفول، فهيبقى الريحه هتطول معايا فتره اطول. يبقى اخد بالي من الموضوع ده واشتغل بحرص علشان ما اذيش حد، حتى لو في طيور عندي في حمات اليفه في الخارج ما اذيهمش بالرش بتاعي. لازم اخد بالي كويس جدا انا بعمل ايه علشان اشتغل صح. تمام. برضو المطبخ عندي افضيه من الاشياء اللي فيه علشان الريحه ما تعكرش الاكل عندي، او لو في عطاره او في بهارات ما تبص من المبيد بتاعي او من ريحته وما تاذيه. يبقى فاضي، ابدا ارشه وابدا بعد كده اقفل ورايا الباب بتاعي علشان المبيد بتاعي يبدا يتفاعل مع الحشره اللي موجوده وتنجي ميته. تمام. قلنا بقول اخر كده عشان نطهرها. تمام. اي حشره موجوده يتم القضاء عليها بواسطه المبيد اللي احنا بنشتغل بيه، ونبدا نقفل البلوعه تاني ونرش فوق البلوعه، بنغسلها من فوق. تمام. حتى الصرصار لو خرج من البلوعه، لو البلوعه فيها ثغرات وخرج الصرصار بيلاقي برده في الخارج مبيد مرشوش فبينزل ميت. حركته طبعا بتبقى بطيئه بتدل ان هو بيموت وفي طريقه للموت خلاص. في الخارج يا جماعه، في الخارج ده هنا في الحوش ناخد بالنا من اثر النمل ونشوف السرب جاي منين ورايح فين علشان نبدا نتعامل معاه. تمام. الصوره واضحه، لازم نعرف مفر إصابة جاي منين عشان نبدأ نتعامل عليه علشان العميل ما يرجعش تاني. بعد الرش بتاعي ما افرحش ان انا رشيته مشيت وخدت فلوس، لا، ممكن ارجع على الرشة دي ممكن رشتين تاني وفلوسي كده، انا كده خسرت الاوردر بتاعي، استهلكت معدة، استهلكت خامات، واستهلكت وقت، واستهلكت صحتي انا والناس بتاعي. فلازم اخد الشغل بتاعي من الاول
وأتقن الشغل من الأول علشان ما يرجعش فيه مشكلة تحصل تاني من الشغل بتاعي. يبقى لو خدت 100 جنيه زي خدت 1000 جنيه، لازم الأمانة تبقى متوفرة عند حضرتك في كل الأحوال. تمام، شايفين داير ما يدور؟ يبقى احنا هنخرج الشاب بتاعنا يرش داير ما يدور الحوش من الخارج، علشان لو في اي مشكله يبدا يتعامل عليها، علشان النمل اللي في الخارج ما يدخلليش جوه البيت، يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى انا تعبت جوه البيت لكن اهملت بره البيت، فالنمل رجع تاني جوه البيت، فالعميل هيجيبني تاني علشان اشتغل ويقول لي انت عملت ليه كده، تمام، مكان من الاول، واقع في حيره مع العميل ما اقدرش ارد عليه لاني العميل عنده حق. تمام، يا ريت النهارده اللي بيشوفنا في حاله النهارده واول مره يدخل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويشارك الرابط مع الغير، خليها دعوه عامه بينا وبين بعض علشان نشارك العلم بينا وبين بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.